السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا في قناة بروس ودي في ديو في القناة. المرة اللي فاتت شرحنا الانترو بتاعت الدايلوت والقرود. إن شاء الله النهاردة هنشرح يعني مش هنشرح هناخد كده مثال عن الدايلوت والقرود بس في الماتلاب عشان الدنيا تبقى يعني أفضل عندك كده في الفهم شوية. هنا عملنا اكس بتساوي زيروز. هنا بنعمل ماتريكس كده يعني الماتلاب أفضل في التعامل مع المصفوفات وكده مع الصور. تعال كده نشوف الماتريكس بتاعتنا دي عامله ازاي. احنا عملنا صوره كلها صفار ابعادها 15 في 15 اهي. ولو مثلا ايه البكسل اللي في النص دي هنا كده مثلا ايه هنخليها 255 اكبر قيمه. وعملنا هنا ايه ستراكشرنج اليمنت استنى بس كده لغايه ما يفتح. طبعا هو الماتلاب فيه برضو ايه فيه برضو جزء الايمج بروسيسنج برضو يعني هي الحاجات هي اللي هنطبقها في الامجو سي بي احنا هنا بنطبقها في الماتلاب. طول قوي. طب خلاص بقى مش مشكله خلاص نسيبه مش مشكله. بس هو يعني الاسترانشر ايليمنج ده شكل سكوير مربع و3 في 3 يعني الكيرن هتبقى 3 في 3 ده بقى ايه. تعالى كده نطبق الايم دليت على الاكس. هنقول هنا اكس بتساوي الاكس الجديده اللي هي مصفوفه الاكس الجديده بتساوي ايم دليت. هنعمل عليها دليت. هنديله اول حاجه الاكس اللي هو الصوره اللي احنا هنعمل عليها دليت والاستراكشر ايليمنت اللي احنا هنستخدمه وهيطلع لنا ناتج في الاكس. تعالى كده ايه نعمل انتر. بص قيم الاكس كلها اتحولت ل 255 وحولنا القيمه اللي هي الاصليه يعني الاصليه كانت هنا 255 طبقنا عليها الاس تي ار ال سكوير بقت عامله زي المربع كده اللي هي القيمه المتاثره دي بقت مربع حولناها تبقى 255. تعالى مثلا ايه تعالى كده ايه مثلا ايه نعدل في القيمه بتاعت المصفوفه دي مثلا نخلي دي مثلا ايه صفر صفر فكده هنعمل عليها ايرود دلوقتي. طب ايه اللي هيحصل لما اعمل ايرود؟ هيجي كده عند الصفر عند ال 255 دي فهيعمل عليها الكيرن هنا في صفر هتبقى الصوره كلها صفر لان حتى السنتر بيكسل هنا هيلاقي ان في صفر هنا فهيلاقي قيمه اقل فهيخليها بالايرود. تعالى كده ايه نعمل ايرود هنا نقول اي ام ايرود. بص كلها اتحولت لصفر. تعالى كده نعدل عليها تاني بقى ايه نخليها 200. خلي بالك كل احنا كنا بنستخدم في الباينري اللي هو يا اما اسود يا اما ابيض. تعالى مثلا ايه هنا نخليها 50 هنا وهنا 100. ايه اللي هيحصل لما انا اعمل دايليت دلوقتي؟ ال 100 دي اكبر قيمه في الكيرنل بتاعتها هتبقى 200 فدي ال 100 دي هتبقى 200 وال 200 دي اكبر قيمه في ما فيش اكبر قيمه منها فهتفضل 200 وال 50 هنا دي اكبر قيمه ايه بالنسبه لها هي 200 لان هي ايه كده. تعالى كده ايه هتحولوا كلهم ل 200. طبعا ايه البكسلات اللي هي 50 و 200 اللي هي حوالين ال 200 اتحولت ل 200 والانبوت كانت يعني ايه دي كانت هنا 50 والبكسلايه دي ايه مش شايفه ال 200 بس شايفه ال 50 فتحولت ل 50 ودي ال 50 ودي ال 50 وكذلك هناك برضو ناحية المية دي مية ودي مية ودي مية لأن هي شايفة المية بس مش شايفة الميتين والمية شايفة الميتين فتحولت لمية والصفر دي شايفة المية بس فتحولت لمية. طبعا لو في مثلا في البيكسل دي قيمة أكبر من مية هتتحول للقيمة الأكبر. تعالى كده نعمل عروض برضو عليها كده نشوف اللي هيحصل. أهي بص رجعت تاني 50 200 100. تعالى بقى كده نشوف كده اشكال الاستراكشرنج اليمنت. لو انت كده لو احنا رحنا للماتلاب اللي هو ماس ووركس بيقول لنا في كذا شكل للاستراكشرنج اليمنت في ديسك في دايموند في ريكتانجل في سكوير في كيوب في اشكال كتير ليه. تعالى مثلا ايه نختار الدايموند. الدايموند دي زي ما انا قلت لك ايه الدايموند دي بتحول الكيرنل اللي هي الوحيد هتبقى هتشترك في عمليات الدايليت والايرود اللي هي البكسلات اللي هي عليها واحد. البكسلات اللي هي بصفر مش هتشترك في الدايليت او الايرود. تعالى مثلا ايه خلي دي بصفر
ودي بالصفر برضو. وخلينا هنا الكيرنل هتبقى مثلا 5، خليها مثلا 3 مثلا. دايموند هتبقى عامله زي الماسه كده، دوس كده انتر. بص بيقول لك هنا ان الثلاثه ما ينفعش. ماشي تعال كده. بيقول لك ان الدايموند شكل الدايموند ما ينفعش معاه كيرنل 3 في 3. نخليها مثلا 5. نيبورد بص هو مش عارف تقريبا كان في غلط او حاجة زي كده، ومش عارف كان في ايه، بس تعالى كده نعيد تاني. نقول هنا 255 هي في العمود السادس والصف الثامن. هنا هنعمل هنا ستار ال دايموند 3 في 3. هنا اهي. تعالى كده بقى نعمل دايليت على الصورة بالكيرنل دي. ابص عامل زي شكل الدايموند كده، لان هنا 255 255 255. فهو ده الشكل بتاع الاستراكشر اليمنت اللي هو بيتحرك بشكل الدايموند. ممكن هنا برضو انت هنا كده انت كده ممكن تلاقي هنا معلومات برضو عن اشكال تانية، بس طبعا الاشكال دي مش موجودة في الامجو سي في. احنا بس عندنا تقريبا عندنا الكروس اللي هو علامة الزائد، وتقريبا برضو تقريبا في الدايموند والريكتانجل، بس هما دول موجودين. الحاجات التانية دي مش موجودة في الامجو سي في ولا في الاوبن سي في كمان. نقفل كده. فده كان مثال عام عن الدايليت والايرود بي بالماتلاب. ان شاء الله المرة الجاية نطبق على الامجو سي في.